كنعيشوا واحد الظروف هنا اللي هي قاسيه. حنا تقريبا شي 44 واحد هنا في الروستال في سلا والو، تنعانيو تنجيو الصباح تنبقاو جالسين وتنمشيو العشيه ما كاينه حتى شي حاجه والو في الموقف والو ما كاينه حتى شي الحركه عيانه. عندي اخويا الرميد وما استفدتش منه في خطره، ها هو الرقم ديالو ها كلشي. الناس شدوا جوج ديال المرات وانا ما شديتش كاع لحد الان. ودفعت ليهم كتبوا لي رساله بان الطلب ديالك راه تيتدرس والو ما وصلني لا كود لا والو. كنتمنوا من المسؤولين يشوفوا من حالنا، حنا تنعانيو حتى من الرميد ما استفدناش منه، ما كاينش اللي عاوننا، الاعانات ما وصلتناش كاع اللي خصات علينا الدوله. انا ناس صناعيه صباغه هنا جالسين عاطلين عام على العمل. حنا ما تنصورو حتى فرنك هنايا، حنا عندنا الكرا، عندنا الضو، عندنا الماء، عندنا الوليدات، حنا ريال ما تنصوروش هنايا. كي تيجي تعطينا 10 دراهم ما كافينا والو، اللي غيمدك 400 ما كافينا والو، الخدمه ما كايناش. حنا واقفين تنتمناو من الله سبحانه والله ينصر سيدنا، والله ينصر هاد الناس مسؤولين، الله يوقف معاهم والله يعاونهم، يشوفوا من حال هاد الناس. انا كاين فوق واحد 40 خلق ولا 50 خلق هيا هنا في هاد الروستال، الشيء ديال تابريكت الجامع، جامع السودان. احنا هنا مجموعين تنتمناو من الله وهاد المسؤولين هما يفكروا فينا شويه ويشوفوا فينا هنا ويشوفوا من حال هاد الناس. الله يحسن العون. الانسان راه ما يديرش مسكين النهار كامل هو جالس، راه ما تديش مسكين تبع عشا وليداتو ما تديش. الوضعيه ديال صحاب الموقف، صحاب الموقف راك عارف المول الموقف ديما واقف، نهار يخدم وعشر ايام ما يخدمش. وزادت هذه الازمه ديال كورونا ولا وغير مع الناس المحسنين الله يكثر خيرهم، والله ينصر سيدنا جلاله الملك محمد السادس، والله ينصر الحكومه والامن اللي حامينا من البشر ومن هذا الشيء. ونطلبوا الله يرفع علينا هذا الحجر، هذا الحجر الصحي، ونطلبوا الله يطلق الاسلحه. اما الناس هذا الشيء واخا كيشدوا هذا الشيء راه ما كافيهمش، ان كاين اللي تيشد هو 24 هو كاري ب 26 هو مول الدار ما تيرحمش، تيقول لك انا الدار منها كنعيش، تخلص لي الكرا ديالي ولا خرج. انا كاين واحد 60 ولا هنايا ولا 70 واحد كاينه، لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. نهار كيجيب الله ونهار ما كيجيبش الله، الجواد كيجيو كيدبروا علينا الله يخلف عليهم. حنا راه غاديين في هذه الحاله، كل واش نو عنده، كاين اللي عنده كرا، كاين اللي عنده ولد، كل اشنو عنده. وراه حنا عارفين الحاله ديالنا وعارفين الميزانيه ديالنا، ما كاينش اللي كيجي عندنا وما كاينش اللي كيطلع علينا، ما خاطر المحسنين. إذا دا شي محسن راه كيعطينا هذيك 50 درهم كنفرقوا على بعضنا. راه اللي جا كيطلع علينا وكيدير معنا بحال هذا الحل هذا. اللي جا أنا من غير بقيت هاد كورونا اللي جا كيقول لنا اش كاين اش كاين، حتى حاجة ما كاينة والو. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديرو جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.